هاي. نسمع كتير انه اللبناني بيشوف حاله وعايش على امجاد الماضي، بس الحقيقة انه لبنان قدم وبعده عم بيقدم للعالم وبيساهم على عدة اصعدة. مخترعي توم اند جيري هن من اصل لبناني، وهن جوزيف بربارا وويليام هانا. ما تسأل شو بيقدر بلدك يعمل لك، سأل حالك شو فيك تعمل لبلدك. هالعبارة المنسوبة للرئيس الامريكي جون كينيدي مصدر كتب الاديب اللبناني المعروف جبران خليل جبران. اللبناني حسن كامل الصباح كان أول شخص اشتغل على توليد الكهرباء من أشعة الشمس. مخترع ومدير إنتاج الآيبود هو اللبناني توني فاضل. إلي صعب، سلمى حايك، توني شلهوب، زهير مراد، شاكيرا، جابرييل يارد، مايكل دبغي وغيرهم كتار هن اللبنانيين عملوا بصمة على صعيد العالم. مين قال حلا بقى اللبناني يلاقي فرصته ببلده؟ أنا قال. شوفكم بكره.